موقع اميغو 24 موجودة هنا بالعاصمة بروكسل لمقهى تطوان. هذه المقهى التي تجمع جميع المغاربة. يعني صراحة أمسية كانت رائعة في المقابلة الثالثة عن جولة عن المجموعة الثالثة. فالفريق الوطني المغربي يحقق المنتخب كي حقق نتيجة إيجابية الانتصار. كنا كنطمحوا في التعادل ولكن جاب الله الانتصار. سي سعيد غادي نشوفوا الاراء ديال الجماهير المغربيه يعني من كلا المجموعه يعني جميع المغاربه غادي يعطيو لنا الكلمه ديالهم. حق الانتصار ديال الفريق الوطني المغربي اليوم والانتصار هام وهام جدا حيث هذا الانتصار كيخول لنا نمشيو للدور الثاني. انا مواطن غادي كنا تأهل من غانا ومصر وإن شاء الله نتفاعلوا خير وما يكون الخير ومبروك على المنتخب الوطني وهاني لنا الفوز. اشكال ما
تحية 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 تحية